لو الحكايه فيها ان فيتو حتى اللعيبه برضه سؤالين كمان في لعيبه كتير طبعا اتمنى ان يكون القايمه 50 لعيبه يعني في لعيبه كتير حتى اللي هتكون موجوده معايا بس هو طبعا يعني الاحتياجات بتاعتنا اللي احنا محتاجينها هي اللي بنسعى ليها اغلبيه اللعيبه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله انا على ثقه ان مجموعه اللعيبه اللي انا اختارها يمكن مش معروفه للناس هتكون اتمنى تكون وجهه نظري صح والاختيار يكون صح وتكون مفاجاه ونشوفهم ان شاء الله باذن الله يعني نجوم كبار لان ممكن تكون لعيبه مش معروفه للناس ولكن اعتقد ان من وجهه نظري هتكون مفاجاه باذن الله ان شاء الله لناس كتير قوي ولعيبه يقدر يستفيد من المنتج ده اللي بيجي يعني عندنا اسئله طبعا دلوقتي يكون اعلان يعني مؤتمر يعني نقول مثلا في الطريق ان بالظبط يعني هو اغلبيه اللعيبه طبعا هي لسه عندها تعقيدات مع انديتها فاحنا ما نقدرش نتكلم لما تكون بشكل رسمي موجوده معاها.